بدي روح هلا على حب الحبيبه نصيف. ما رح اسالك السؤال الكل بيسالوك اياه لانه الجواب واحد، ما بدي اسمع نفس الجواب بصراحه. طيب. ما بدي فوت بهالقصه بلاها. رح اجرب استاذن من الحبيبه اخذ دور، العب دور واسالك اسئله كانه الحبيبه عم تسالك اياهم، شوف شو بتجاوبني. تفضل. جاهز؟ كم مرة بتقول لحبيبتك بحبك بالنهار؟ والله ما بنقعد نعد يعني، شو حاطين عداد بتقول؟ بقول أو ما بقول، ما هو مش ضروري تقولي كلمة بحبك، ضروري تعنيها، تكوني عن جد عايشيتها. في تفاصيل صغيرة أيام واحد بعيشها بالنهار الطبيعي بتورجي إنه الشخص الآخر بحبه أو لا. بعد كم لقاء قلت لحبيبتك كلمة بحبك؟ دي أخذت معك وقت. هو حاطين عداد أنتو؟ I think إنه بعد شيء أربعة أشهر، ثلاثة أشهر، أربعة أشهر هيك شيء. طولت شوي. شو أكتر شيء بتحبه بشكل حبيبتك؟ كلها ما. لا تتجزأ. ما إيه تبع الإيد والرجل والعين. العيون، الشعر، تحكي. كل شيء. هو كل شيء. باكج كاملة. واحد يا بحب يا ما بحب، وما بيعرف ليه بحب. خلاص هي. سبحان الله. قد ايه بتلاقي حبيبتك جذابة من واحد لعشرة؟ شو ما تقلي تسعة، تسعة ونص؟ ليش بدي، ليه بدي، ليه بدي احط لها علامة؟ أنا عم بسأل. أنت عم تسأل بس إنه أنا ما يعني هو هلا بدي عم فكر بالأجوبة، ما يعني مش حاططهم يعني ما بقدر هيك 10 10 يلا 10 100 ما بعرف اللي هو إنه كعلامة تامة بس. طب مش بتغار عليها؟ بغار بس ما بحب بين اني ابغار صراحه. ليه؟ لاني هيك ثقيل يعني ما بعرف، ما بحب بين اني ثقيل. انك ما بتحب تبين انك بتغار؟ يمكن عم بحكي او هي الغيره ثقيله اللي ما بغار وما ما بيحب يمكن. ما بعرف، عم بحكي عن حالي مش عم بغار كثير نصيف. لا مو ست، ما ماني عندي ماني حاله مرضيه الغيره على الحبيب. الغيره على الحبيب ايام حاله من الحب الزايد او من الخوف انه يصير شيء يخرب شيء، او يعني الواحد هيك هيك شو هي هيك حاسه حالي لبكتك انا. لا بس انه نوع من انواع المدارات للعلاقه الغيره ايام تجي بحسها طولت لها صبته. تعمل اشياء لتخليك تغار؟ لا لا احنا اي ثينك انه احنا بالغين راشدين ما معنا. اي متى نصيف رح تخلي حبيبتك تدفع عنك فاتوره شي عشاء او شي غدا؟ ما بيناتنا هلا هي ما عندك مشكل؟ من حسك ما بتخليها المربى تبعنا مش هيك ما ربينا انه السيده انه خليها تتكلف على شيء. نحن هيك هيك هلا يمكن المربى حضرتك بس انه هي تكون تفكر بطريقه غير. لا ما انه موجود حضرتي بدنا نمشي شوي على يعني مثل ما حضرتك بدك. لا هي بتفكر هيك ولا مفكر هيك يعني. شو الغلطه اللي ما بتسامحها عليها مستحيل؟ الخيانه مثلا. هيدي لا ما بتسامح عليها. انه ما حدا بيسامح عليها. شو اخر فيلم نصيف حضرته انت وحبيبتك سوا؟ اخر فيلم، اخر سيريز حضرناه ببراندون الشرق للاستاذ جورج خباز والست امل عرفي. حلو. وكل الاساتذه يعني اللي معهم بس انه هيدا انبسطت فيه، حضرته انبسطت فيه. اي متى مناوي تعمل بروبوزل؟ خير خير هلا ان شاء الله خير. هلا كمان هذا ما نحن بعيد الحب. قول يا رب، قول يا رب دعينا يا رب قولوا الله. اكثر اغنيه بتحب تسمعها منك؟ ما سالتها بتصدقي ما هول الاسئله الغريبه العجيبه ما بنسالهم لبعض مش مطروحين بال. طب انسى السؤال، سمعها هلا اغنيه. سمعها وسمعنا كلنا. بدي اياها؟ الا بدي اياها؟ يلا يلا تفضل.